شخصيات إسلامية. العز بن عبد السلام سلطان العلماء في دمشق، كان مولد عبد العزيز بن عبد السلام المعروف بالعز سنة 577 للهجرة، وبها نشأ وتلقى تعليمه. وكانت دمشق منذ العصر الأموي حاضرة من حواضر العلم، تزخر بالعلماء وتموج فيها الحركة العلمية، ويقصدها العلماء من الشرق والغرب. اتجه العز إلى التدريس وإلقاء الدروس في مساجد دمشق وفي بيته وفي المدارس التي كانت تتعهدها الدولة، مثل المدرسة الشبلية والمدرسة الغزالية بدمشق. ولما هاجر إلى مصر عمل بالمدرسة الصالحية، وانصرف إلى إلقاء الدروس في المساجد، والتف الناس حوله يجدون فيه عالما شجاعا ومدرسا بارعا. تعددت مساهمات العز بن عبد السلام في الإفتاء والخطابة والقضاء والتدريس والتأليف، وله في كل إسهام قدم راسخة ويد بيضاء. وانتهت إليه في عصره رياسة الشافعية، فاجتمع له من الفضل ما لم يجتمع إلا للأفذاذ النابغين من علماء الأمة. وشملت مؤلفاته التفسير وعلوم القرآن والحديث والسيرة النبوية وعلم التوحيد والفقه وأصوله والفتوى. طال العمر بالعز بن عبد السلام، فبلغ 83 عاما، قضى معظمها في جهاد دائم بالكلمة الحرة والقلم الشجاع والرأي الثاقب، وحمل السلاح ضد الفرنج للمحافظة على حقوق الأمة، حتى لقي ربه في العاشر من جماد الأولى عام 600.